أستاذ مخزومي، لنبدأ بجريمة اغتيال الناشط لقمان سليم. بماذا تعلق ولماذا في هذا التوقيت، وما هي المهيات البعيدة لعملية الاغتيال هذه؟ لا شك أنه اغتيال هذه جريمة ونحن ما لازم نسكت عليها. لا يمكن نحن ببلد عم نجرب بالآخر نستقطب الاستثمارات ونقول عنا إصلاح وعبدنا نركب حكومة إصلاح، ويكون بالآخر إذا واحد كان معترض على تيار سياسي معين فجأة نلاقيه مقتول بطريقة بالآخر طريقة المافيا. نعم. لكن اليوم هذا نحن بالنسبة لنا نطلب تحقيق كامل، بس لسوء الحظ نحن صرنا بهالبلد من الاغتيالات كلها اللي صارت، لتفجير البور، لموضوع اغتيال الشهيد لقمان سليم. أنا متخوف إنه ما إحنا عارف الحقيقة، لأنه واضح إنه هالطبقة السياسية الحاكمة ما عندها مصلحة أبداً تفرج الحقيقة للمواطنين، ورح نضلنا عايشين بهالعتمة حتى يكون في تغيير كامل لهالطبقة الكاملة. نعم. أستاذ مخزومي، في الملف التربوي وخاصة من باب الدولار الطالبي للطلاب في الخارج مقارنة بالطلاب الموجودين في الداخل، يعني الجامعات في الداخل تتوجه إلى تسعير سعر الأقساط بالدولار على 3900 ليرة، وحضرتك تقدمت بمشروع قانون معجل مكرر من أجل منح الطلاب في الجامعات الخاصة مبلغ 10,000 دولار أسوة بطلاب الخارج. هل تستطيع أن تضعنا في الصورة؟ طبعا. نحن لما نطرح هذا الموضوع، موضوع الدولار الطلابي، ولما توقع من رئيس الجمهورية لما تمرقوا المجلس النواب، كان في جلسة بمجلس النواب موجود فيها ممثل الحاكم البنك المركزي وزارة المال وجمعية المطارف، وسألت وقتها أنا السؤال إن اليوم مرقناه، كان جوابهم لممثل الحاكم البنك المركزي بيقول انتوا ما بعرف شو عم تضيعوا وقتكم، ما خلينا نشوف الاول اذا في دولار بالبنوكي حتى بالاخر نتمشى بهالقوانين اللي عم تمروها. يعني عمليه استخفاف بمجلس النواب بشكل واضح وفاضح. اليوم انا بدي اسالك سؤال، يلي الله عطيه وبيعت ولاده للخارج وعم يحطوا برا، يعني وضعه المالي مفروض يكون احسن من الاشخاص اللي ما قادرين يبعتوا ولاده للخارج في مدارس بجامعات خاصه. صحيح. طيب يعقل انه هذا اللي بالاخر عنده حسابات فينا نخليه يسحب 10,000 دولار على 1500، وهون المعتر اللي قاعد بالجامعه ان كان بالامريكيه ولا باليسوعيه او باي جامعه ثانيه موجوده بالداخل، سلطتها بين ال 10 وال 15 و 20,000 دولار، بنقول له بدك تروح تفتش على 4,000 تاخذ ليرتك اللبنانيه اللي مانعك البنك المركزي انك تكون تحصل عليها. وبعدين طول عمره لبنان كان مقصد للعلم، مين بعد اذا نحن اللبنانيين ما قادرين نعلم اولادنا؟ وعلى اي اساس بدنا بالاخر نشوف انه في عمليه انه مساعده اهلنا؟ انا بعتقد هالموضوع وهذا الشيء على فوق مش لا يطبق فقط على الجامعات، على كل المؤسسات التعليميه. لأن المدارس الخاصه يلي اليوم عم تخسر صارت محدوده 70% من تلاميذها راحوا على 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 المدارس الحكوميه. بعد في عندي اشخاص حاطينهم هنا كمان، هو لازم يطبق عليهم نفس المعادله اللي نحن طارحينها بالقانون. أستاذ مخزومي، يعني على أمل أن يقر مجلس النواب المشروع الذي تقدمت به، ننتقل إلى سويسرا والقضاء السويسري في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ماذا في جديدك في هذا الملف؟ أول شيء يعني أنا استغربت هالهجمة اللي صارت على الادعاء وعلى المدعي العام السويسري من قبل بعض سياسيين انه هذه عمليه حمله بمربجه. ما لعلم سويسرا لا ب 8 ولا ب 14 دار، يعني بالاخر هذا الكلام يلي سمعناه كلام مقصود منه هي ان نزيح النظر عن المشكل الاساسي. وبعدين يلي سمعناه انه الحاكم كان معترض كيف تسربت هالمعلومات. نحن هون بمبدا انه عمليه سريه المعلومات ولا بالاخر وين مصرياتنا رايحين؟ اكيد وين مصرياتنا. يلي دولة يلي هي محايدة، سويسرا يلي كان دائما واقفة مع لبنان بكل مواقف المطلوبة دوليا، عم بتقول في عملية مشبوهة بدنا معلومات، بنصفي منهاج من ادعاء سويسري بدل ما نتعامل نحن وياهم. بعدين ما تنسي اهلنا من 17 اكتوبر 2019 طالبوا انه يكون هناك تدخل خارجي بالنسبة لموضوع التدقيق الجنائي وبالنسبة لتطويع المصارف حتى نعرف وين راحت الفلوس. كونه انه هالدولة النظام رافض لا يعمل لا كابتن كنترول ولا يطبق رفع السرية المصرفية ولا يعمل فورنزيك اوديت. اذا اجتنا اليوم دولة محايدة تطلب معلومات من صفي من هاجم الدولة المحايدة بدل ما بالاخر نتفاعل نحن وياها، لا هيدا بدل انه في تحويلات صارت
والسؤال ليه اليوم التعميم بالبنك المركزي 154 قرر يطبقها من تموز 2019 و17 ورايح، لانه معظم التحويلات حصلت ما قبل هذا التاريخ. التاريخ نعم. يلي كان فيه مثل ما بتعرفي موضوع الهندسات الماليه اللي صار في السرعه الكبيره بالبلد. نعم استاذ مخزومي، سؤال اخير، الحكومه مكانك راوح وانت اكثر العارفين الاسباب، انما البيان المشترك الامريكي الفرنسي الذي صدر امس يعني هو بيان لافت، خاصه يعني ودخلت واشنطن هذه المره على الخط، يعني ماذا تقرا فيه؟ هل بالفعل واشنطن تريد تاليف حكومه في لبنان وتدعم المبادره الفرنسيه؟ شوفي امريكا بتعطي ما بتغير موقفها، امريكا كانت واضحه بدها حكومه مستقلين من راسها لاعضاء. نعم الخيار الفرنسي اللي كان موجود بعد ما جيت الرئيس ماكرون مرتين والحوار مع حزب الله هو انه يكون واحد من الطبقه السياسيه الماضيه اللي هو سعد الحريري. نعم. انه هو يقود عمليه التغيير يلي موجوده فيها. نعم. اليوم انت بتعرفي ليه هالطبقه لم تتجرأ لما كلف سعد الحريري بتشكيل حكومه تشكل حكومه، لانه كانوا خايفين من عقوبات اداره ترامب. نعم. اليوم هن شامل لك قال لك بالوقت ضايع يلي الرئيس بايدن مشغول بالمواضيع الكبيره، والبيان اللي انا بقراه انه هو عم يقول هيدا موضوع نحن مهتمين فيه بس بصراحه ما هيدا على جدول اولوياتنا بهالمرحله هي. نعم. بعتقد الطبقه، وشفنا اليوم الشيخ نعيم قاسم بالموت اللي اخذه انه بدنا نسرع، وسمعت السيد قال انه بدنا نذلل العقبات حتى الرئيس الحالي يشكل حكومه، رح يعمل حكومه الامر الواقع، حكومه الامر الواقع بزنس از يوجوال، يعني حكومه حسان دياب برئاسة سعد الحريري، يعني ايه تشكل حكومة ولح يكون في حكومة، بس بتعرفي هل الحكومة لن تتجرأ ببيان الوزارة لا تحط الفرنسي قابض ولا تفتح ملف الفساد ولا تفتح اي من الملفات القديمة يلي نحن الشعب عم يطالب فيها، ايه فيك تركبي حكومة بزنس اجوش والحسنة ديال اثنين برئاسة سعد الحريري، لانه بعد في 17 مليون دولار ونص مليار دولار ونص موجود بالبنك المركزي بده يشوفوا كيف يسحبوهم، بدهم كل شيء في عقارات بالدوله يشوفوا كيف يحطوا ايدهم عليهم، بده بعد فيها تهبئه السلميون، ولسه ملاحظه في الماده 101 بمشروع موازنه 2021 طرح اول مره وزير المال مشروع ساعه نعمل احصاء على شو في اراضي يلي كانوا مطالبين فيها البنوكي انه اعطونا اياهم حتى نسكر العجز تندفع للعالم. نعم. لحتى السرقه يلي صارت بالماضي ما يكون فيها، ايه بتركع حكومه بزنس از يوجوال، بتركع حكومه الامر الواقع 666، كل واحد رح يسمي، وقالها سعد الحريري وقالها حزب الله، كل واحد بيسمي وقالها الرئيس بردي، كل واحد بيسمي الوزراء بس طبعا منهم حزبيين بس بسميه شو يعني؟ اي لا ضدنا ولا معنا، نعم لا وين السيناريو انه لا ضدنا ولا معنا دخلك، وين هذا؟ وين بصرفوا هذا بالسويد ولا بصرفوا بالمريخ؟ نحن عايشين بلبنان. نعم. اذا اليوم نحن في مستقلين لازم يكون من راسها لكعب اجريها، مش مستقلين فقط لانه بالاخر واحد بنجيبه ما عنده بطاقه حزبيه